أحداث مرت، طرف حدثت، حضارة نشرت، حروب وقعت، أمم اندثرت، أجيال ولدت. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. كتباء، شعراء، ظرفاء، موسيقى، طرب وغناء، علم، أدب وتراث، طرف فاقت أحداث، شمس نارت أكوان، لون من كل الألوان. تاريخنا أمجاد، أمجادنا التاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا التاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. طرائف العرب غاية الأرب، واحدة باليوم تقطر كل يوم. طرائف العرب. إخوتي أخواتي، طرفة الليلة من نوع جديد. هناك عالم من فحول العلماء والأدباء هو زين الدين عمر ابن الوردي. هذا العالم وفد إلى دمشق، وكان قاضي القضاة آنذاك هو نجم الدين ابن حصري، فنظر إليه شهود وهم لا يعرفونه نظرة استخفاف وازدراء. هل لهذا علم بالعقود؟ ولم يتصوروا أنه على علم وهم لا يعرفونه، ولذلك أرادوا أن يمتحنوا. هلموا بنا لنشاهد هذا الامتحان وماذا كان من نتيجته. لقد قررت بيع بستاني لصاحبي وصديقي ابن سنقرة هذا، وأنا قررت شراء بستاني أخي وصاحبي وحبيبي ابن الأزرق هذا. إذن فقد تم الاتفاق بينكما أخيرا. نعم نعم. لم يبقى إذن إلا أن تسجلا عقد البيع في ديوان الشهود، ولهذا جئناك الليلة نعلمك بذلك. حتى إذا جاء الصباح أتيناك الديوان لتقوم لنا بهذه المهمة. ستقتصر مهمتي على ما يمليه علي صاحب الأمر في تسجيل العقد. ألم تصبح الآمر الناهي في تسجيل العقود كما وعدتنا؟ كنت موعودا بهذا المنصب، ولكن قاضي القضاة نجم الدين الشافعي سامحه الله أسند هذه المهمة لرجل آخر. ومن يكون هذا الرجل؟ الله أعلم، إنه غريب عن البلاد، غريب في كل شيء، في شكله، ملبسه، حتى في طباعه. لا بد وأنه أهل لهذا المنصب، وإلا لم يملي علي عقدا واحدا حتى الآن، فما أدراني بأهليته لهذا العمل. ها، ولكننا نأمل في عقد محكم. نعم، هذا ما نريد، عقدا محكما. تحضران غدا للديوان وتكلفان الرجل بصياغة العقد، وسيملي الرجل علي الصياغة. ولكنك تقول إنه غير كفء لذلك، فإذا ما ظهر عجزه عن فعل ذلك عزله القاضي وولاني أنا. هذا عدم سيلاقيه من شماتة وتهكم. آه.
تريدنا طعما لتتولى المنصب. أنتما الرابحان، وسأحكم لكما العقد عندها كأحسن ما يكون الإحكام. وتنال الوظيفة التي طال شوقك إليها. المنفعة متبادلة. لا أحسد الرجل على موقفه في الغد. هذا مالك بن أحمد بن الأزرق، يملك بستانا يريد بيعه إلى هذا الرجل، وهو محمد بن يونس بن سنقر، يرغب في شراء هذا البستان. نرغب من فضيلتكم بصياغة عقد محكم. لقد دلونا على فضيلتكم كأحسن من يسوغ عقدا، آمل أن تحكم الصياغة، فأنا لا أثق بصاحب البستان هذا. أترغبون أن أكتب ذلك نثرا أم شعرا؟ أنا أفضله شعرا. وأنا كذلك. اجلس أيها الكاتب واكتب ما أمليه عليك. أمرك سيدي. بسم الله الخالق هذا ما اشترى، محمد بن يونس بن سنقرة، من مالك بن أحمد بن الأزرق، كلاهما قد عرفا من جلقي، فباعه قطعة أرض واقعة بكرة الغوطة وهي جامعة، بشجر مختلف الأجناس، والأرض في البيع مع الغراس، وذرع هذه الأرض بالذراع 20 في الطول بلا نزاع، وذرع في العرض أيضا 10، وهو ذراع باليد المعتبر، وحدها من قبلة ملك التقي، وحائز الرومي حد المشرق، ومن شمال ملك أولاد علي، والغرب ملك عامر بن جهبل، بثمن مبلغه من فضة وازنة جيدة مبيضة، جارية للناس في المعاملة 2000، منها النصف 1000 كاملة، قبضها البائع منه وافيا، فعادت الذمة منه خالية، وسلم الأرض إلى من اشترى، فقبض القطعة منه وجرى، واشهدا عليهما بذلك في 14 رمضان الأشرف من عام 710، من بعد 5 قتلت للهجرة، والحمد لله وصلى ربي على النبي وآله والصحبي. اللهم صل على سيدنا محمد. جزاك الله كل خير، لقد أحكمت ووافيت. والله أنا لا أخجل من نفسي على ما بدر مني. مكانك أيها الكاتب لتسجل شهادة الشهود. إلى أين يا كاتب الكتاب؟ لقد خدعتنا وأذللتنا وتدعي السحاب. تعال. وهكذا أصفر هذا الاختبار عما خيب ظنون الكتاب، وانقلب ازدراؤهم لابن الوردي إلى إعجاب بالغ، حتى أكبوا عليه تقبيلا والتمسوا منه التعليم. وهذا ينبغي أن نستفيد منه، أننا لا نحكم بالظاهر قط،
وكما جاء في الخبر المرء بأصغريه قلبه ولسانه. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، إلى حلقة الغد إن شاء الله لنطالع سويا طرفة أخرى، وحتى نلتقي بكم نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحداث مرت، طرف حدثت، حضارة نشرت، حروب وقعت، أمم اندثرت، أجيال ولدت. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. كتباء، شعراء، ظرفاء، موسيقى، طرب وغناء، علم، أدب وتراث، طرف فاقت أحداث، شمس نارت أكوان، لون من كل الألوان. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. تاريخنا أمجاد، أمجادنا تاريخ، يقرأ للأحفاد ما دون بالتاريخ. طرائف العرب غاية الأرب، واحدة باليوم تقطر كل يوم. طرائف العرب.